احنا ما لازم نفتحوا المسلك هذايا ونديروا يفوك سواريتي لازم يكون بالاسفلت بلينور بونورم افيك بون سينياليزاسيون باش يتقاطعوا فيه المركبات هذه الثانيه. من بعد كاين الاضرار اللي تسبب المواطنين هذوك كاين اكسبرتيز سي تي سي او جا وكون الاكسبرتيز بعد نشوفوا دوكا لا كاين لا نشوفوا باللي طول الطريق باش نرجعوها لاصلها. كاين تقنيات واحد اخرين باش حنايا نكونوا مطمنين باش ما تقدرش ما تزيدش الانزلاق باش حنايا باش نامنوا هاد السكان ولو ما فيهمش السكان الان لازم نامنوهم باش ما تزيدش الضرر عليهم.